هلو اند ويلكم انا ايضا قناه جيمز جراوند يا شباب. والحلقه حلقه ايش قد وين وصلنا احنا بسلسله فار كراي؟ الحلقه 11 من سلسله تختيم فار كراي برايمال مترجمه الى اللغه العربيه. سو ليتس دو ات جايز. طبعا يا شباب الان هجمت على هذا المخيم مال ايزيلا. رجعنا ويا ايزيلا. هذا مخيم مال ايزيلا اعتقد بي بوس. بوس اسمه روشاني موجود بهذا المخيم اعتقد لازم نقتله. وينك روشاني؟ اوكي روشاني يا روشاني ماكو شو ماكو احد. اهجم اعتقد هذا روشاني. اي هذا روشاني يا شباب هذا هو روشاني. موت 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 موت. لحظة دمه فوق بينزل. اوكي مدرع. موت موت. خذ هاي وخذ هاي وخذ على وشك وخذ على وشك. موت. اوكي راح يموت ما بقى شيء. وانا بعد موت روشاني. موت. اوكي راح يموت. موت موت. كسرت العودة. طبعا يا شباب شمرت غاز فهذا الغاز اللي يخليهم يتقاتلون بيناتهم يعني يتقاتلون بيناتهم. فمن شمرت هذا الغاز قاموا واحد يقتل الاخر. الان قتلت روشاني يا شباب. الله 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 الله. ايش يسوي؟ موت. اوكي شو مدافتهم؟ ايش يصير؟ تعال تعال. موت موت. يزيل للعين. اوكي اوكي موت موت موت. لازم يا شباب اعتقد اخلي الكامب كله بلا خلنا نصعد فوق. يمكن اكو فوق مهمة. اي هذه مهمة فوق بالخريطة. اوكي المهمة هنا. وين المهمة؟ هلو هلو مهمة وين؟ اي يا شباب مثل ما توقعت انه لازم اخلي يعني انظف الكامب كله اقتل كل ايزي لا موجود هنا. موت موت. اتبع الشمس اللعينين. موت موت. عليكم اللحمة. اوكي اكو واحد انهزم. وانا اطلع اطلع. وينك؟ الله 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 الله. موت. اوكي بقى بس اثنين اعتقد. تعال تموت. بقى بس واحد. وينك؟ هذا المدرع. المدرع موت. اوكي خلينا نستخدم هذه. موت. اوكي يا شباب ونظفنا كل المخيم. اختار وينجا. Wash. Wash. Ti wenja mim guama.
امشي لك. احنا نجيك. امشي. اوكي يا شباب، هذا هو ايش اسمه كان؟ راشوهاني، مراهواني، مراهروراني، ما ادري شنو اسمه. المهم هو هذا اللي هو نفسه هذا. واحد من ايز البوسز مال ايزي. لا اعتقد هذا هاي قصته راح تصير مثل قصة ايش اسمه ذاك؟ داه. راح نحبسه بس هذا القفص. اوكي خلينا نسوي هيل. والكوبي مي سو فو مايغا اي شين لاوستا موتي ساكو شوينجا والكوبي مي تاي سالوايا اومانا. احكي شنو؟ شنو الاسرار؟ اوكي يا شباب الان راح نروح لهذه المهمة اللي طعنا اياها هذا البتاع. اوكي مين اطلع؟ هلو. اوكي يا شباب داخذ لي فرة. اوكي راح اطور هذا البيت الطريقي. طبعا كل كوخ او كل بيت له تطويرتين. ماما فادي. فاعتقد انا طورت كل البيوت. اوكي يا شباب الان انا متجه للمهمة اللي طاني اياها هذا. سيز اوف السان. اوكي لازم اعثر على السيدز او البذور. خلنا نطلع بهذا الاتجاه. يلا حنفيش بسرعة بسرعة. اوكي ايزيلا خلي نقتل الايزيلا. اوكي اعرفكم يا شباب على القوس الجديد اللي سويت له كرافتنج. اخير شيء اخير اداة صنعتها. اوكي اها هذا هو يا شباب السيد. وين ابي مكان وين شفته؟ هياته. اوكي هذا اول سيد بقوا اثنين. بقن بس مكانين. اوكي يا شباب بقى مكانين ناخذ منهن البذور. اوكي هناك نحل. هلا موت الثاني.
اوكي وين البذور؟ هاي شنو؟ خلية نحل؟ يلا يا بومة وين موجود البذور؟ بذور اها هذيك اوكي البذور موجودة بس وين؟ بذور وينج؟ بذور اوكي هياته اوكي يا شباب هذا الثانية من البذور الحقيبة الثانية بقت بس وحدة وهي الأخيرة ان شاء الله يا شباب طبعا هذه الحلقة 11 اتوقع بقت فقط لو حلقتين لو ثلاثة وتنتهي سلسلة فار كراي برايمال بعدها يا شباب راح نبدي بسلسلة سلسلة جديدة وهي انشارتد اللعبة اللي حققت ضجة طبعا لعبة انشارتد لعبة مدبلجة بس انا ما راح انزلها مدبلجة لان الدبلجة تلعب النفس اقولها بصراحة راح انزلها باصواتها الاصلية بس مترجمة اوكي الان الحقيبة الاخيرة وين البذور وين 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 بذور وين شو السالفة هلاو ذيك اوكي اعتقد يمي ايه يا تهلا هلا هلا اوكي اخذنا البذور يا شباب الان escape from area الان نهرب من المنطقة اوكي يا شباب رجعنا لقرية الوينجا راح نروح هم نحكي ويا هذا نسيت شنو اسمه رهواني رهشواني رهشواني رهراني ما ادري شنو كان اسمه يريد ابني لك كوخ يا شباب اوكي راح نبني لك كوخ يا شباب اوكي الان بنينا لك كوخ روشاني ما عندي موارد اوكي ايزي لاي وينجا شنار هيناتشا مو باتشارش كواي وينجا شنار ماشي كوا مارش هم كوانارش شتام تاش لا دام شتارش كواي وينجا شنار بروبرتي سا هيناتشارش بروبرتي سوشر هاين وينجا كوانارش وسي وسي كوادي سوادا زوخلي ساشوا مش هاج راسو وينجا هاسار سوخلي سمايا دا وهاي تاكا ايش وينجا سالبا سوشلان ها نما ايش موسى بالهو ازيلا وارشتا داتا اوكي يا شباب ليضحون واحد من الوينجا اوكي الان متجه طبعا وصلت للمكان بلود ساكرفايس التضحية بالدم اوكي طبعا هذا اعتقد مكان مثل المعبد او شيء يقتلون به الوينجا يضحون بهم من اجل الشمس او
سوب ايش اسمه سوكسلي سوكسلي تعالوا هذا هو اللي جاي يا شباب طقوس التضحية اوكي بس ماكو احد بس يزيل مسالمين متلك سافل متي اموتي اوكي مين التالي موت اوكي ذولا مختبئين يا شباب اعتقد يسووا لي كمين اعتقد لان شو موت طلعوا 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 موت اوكي اوف رح مفيش اوكي اوكي جدا ممتاز هذه هي اللي ذني البنات اللابسات قناع احنا اللي يقومون بالطقوس طقوس التضحية من اجل الشمس سوكسيلي سوكسيلي يلا اخير واحد على ايدك يا حنفيش عشت ايدك 3 اوكي يا شباب الان راح اسوي المهمه اللي طانيها هذا ايش اسمه كان دائما انسى اسمه روشاني روش المهم هو هذا نفسه ف اكو مخيم مال ايزيلا اوكي ما اصعد له اوكي منه يلا حنفيش طبعا بالنسبة للهيتمان ما اعرف ليش شركة سكوير انكس دا تتأخر باطلاق الحلقات يعني لحد الان اطلقت فقط حلقتين والحلقة الثالثة ماكو عليها اي شيء لا عرض دعائي لا فد خبر لا فد يعني مؤتمر يسووه او فشي كل شيء ماكو سكتة اخير شيء اطلقوا الحلقة الثانية وصارت سكتة ما ادري ليش شنو السالفة ما اعرف يعني هي الحلقة كلها مدتها ساعة ما يصير هيك يتأخرون فوق الشهر شهرين على بين كل حلقة وحلقة طلعوا روحنا القصة هيتمان قصة قوية بس ما يصير هيك يأخرون الأحداث مالتها حتى الناس تضوج أتوقع هذا الشيء راح يضر اللعبة محبين هيتمان جمهور هذه اللعبة حيل كبير يلا ان شاء الله يطلقوها عن قريب حتى ننزلها على القناة ونكمل القصة اوكي الان طبعا احنا نحن نرجع الى موضوعنا جاء من ورا عمي حنفيش هذا حنفيش اوكي اكو مجموعة وينجا قاعد انقذهم يا هلا لك ايش مسوين بيج مسكينة اوكي انا يا شباب لازم احرق المخيم بس اكو مجموعة وينجا اذا فكهم يلا يلا يا ابطال يلا يا وينجا
تعال 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 خل جرب عليك القوس. روح سهمين يا حبيبي سهمين. يعني اذا واحد منهم يخيب الثاني يصيب. الان اعتقد راح ابدي احرق المخيم مال ايزيلا. اوكي طبعا مثل ما قلت لكم يا شباب فار كراي برايمال تقريبا حلقتين او ثلاثه، ما اعتقد تزيد عن ثلاث حلقات وتخلص السلسله يا شباب. يلا احرق 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 كل شيء، احرق الاخضر واليابس. نبدي وراها انشارتد. الله في اللعبه كلش متحمس له. طبعا انشارتد من انتاج نوتي دوغ وسوني، يعني تخيلوا مايكروسوفت وسوني. يعني مايكروسوفت اللي تشتغل اللي هي اشتغلت على الـ على الكوانتم بريك، وسوني اشتغلت على انشارتد. يعني تقريبا بيناتهم تحدي، يعني هو دائما اكو صراع بين اقوى شركتين بكل شيء، دام من ناحيه الاجهزه الذكيه السامسونج وابل، من ناحيه المشروبات الغازيه بيبسي وكوكا كولا، وعندك من ناحيه العاب الفيديو الصراع ما بين مايكروسوفت والسوني. سوني اللي هي المنتجه للبلاي ستيشن، ومايكروسوفت اللي هي المنتجه للاكس بوكس، وهذا الصراع صار له يعني سنين. فشركه مايكروسوفت انتجت كوانتم بريك، وشركه سوني انتجت انشارتد. وطبعا اثنيناتهم على قناتي ان شاء الله راح انزلهن ونشوف يا هو الاقوى. بس انا شخصيا رايي الشخصي من ناحيه الجرافيكس كوانتم بريك قويه من ناحيه الجرافيكس، بس من ناحيه القصه والاحداث اتوقع انشارتد اقوى او ممتعة اكثر من ناحية القصة، بس من ناحية الجرافيكس لا اتوقع كوانتم بريك اقوى. هو كل لعبة لها فد طعمها الخاص ولها فد نقاط قوة نقاط ضعف. اوكي الان طبعا بدنا نستمر بحرق المخيم. يلا احترق احترق كل شيء كل شيء كل شيء. اوكي بقى شويه ويحترق كل المخيم، بس اريد احرق هذا الزرع كله. الله احترقت وياه زين للعينين موتوا. طبعا الان صار عندنا اثنين قاده مقاتلهم لحد الان، يعني لحد الان انا ما مواجههم. الاودام قائدهم هو اول اللي ظهر ببدايه السلسله، يمكن الحلقه الثانيه لو الثالثه طلع اول. هذا اول اللي هو اتوقع قائد الاودام او فد مركز كبير عند الاودام.